حرص أهالي محافظة دمياط على زيارة حديقة بنت الشاطئ وسط المدينة تزامنا مع قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وشهدت الحديقة التي تم افتتاحها العام الماضي إقبالا كبيرا منذ الساعة الأولى بسبب موقعها المتميز على كورنيش النيل واقترابها من الأسواق الرئيسية داخل المدينة. كل يوم يعني بنيجي هنا حديقة بنت الشاطئ، واحلى يعني هي جميله جدا، واحلى حاجه فيها ان هي نظيفه والهواء جميل والاشجار جميله ما شاء الله، وهم منظمين جدا. المكان بجد جميل جدا، واحنا حبينا المكان من اول مره، وكل يوم بنيجي هنا بجد المكان تحفه، وهنا كمان امن وامان وسلام جدا، وكل حاجه هنا كويسه، ومكان نظيف جدا ومكان محترم، فيها امن وامان وحاجه كده محترمه جدا. واحنا رابع يوم العيد، من اول يوم كنا بنيجي هنا، والمكان لطيف جدا وجميل قوي، ينفع للصور وينفع للسيشن وكل حاجه. شدني المكان ان هو نظيف جدا وكل يوم بيتنظف، والمكان يعني بجد اللي صممه المكان تحفه وينفع للتصوير وكل حاجه حلوه.